السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم مع بعض سايت. فاقول له توبو سيرفيس، وهبدأ اقول له مثلا ان دي ماينس 2 متر مثلا، بالشكل دوت. واقول له مثلا ان انا عايز برضو 1 متر، وصفر عشان يبقى فيه تدرج في الارتفاع. وبعد كده مثلا 1، ألف مفروض. طيب لو هنا عندي اي تعديل على اي رقم، بروح عامل عليه سيلكت مثلا، واقول له ايه 1000. طيب عايز ازود تاني، هقول له ان ده هيبقى مثلا 1500، وبعد كده 2000. لو ما نيجي نشوفها بقى في 3D هيظهر معانا بالشكل دوت. طيب خلينا نروح للسايت واقول له ان انا هنا عايز اضيف كومبوننت مودل ان بليس، اخلي جينيريك اوكي، واقول اكستروشن، وابدا اضيف بالشكل دوت. ده هيبقى عبارة عن مية ووتر، خلينا نشوفها بقى في الليفيشن مثلا اهو. طيب دلوقتي اقول له فينيش، وخلينا نشوفها كده كجرافيكس هتبقى عامله ازاي. طيب انا عايز بقى الجزء اللي هنا، هبدا ان انا اقسمه حاجه من عند سايت، واقول له ان انا عايز اقسم الفيس، واختار بقى الفيس بتاعي، واروح قايل له السي بي لاين بحيث ان الجزء دوت هديله ماتيريال تراب سنت بالشكل دوت. طيب انا هاجي هنا على الجزء دوت، وممكن اخليه مثلا زرع مثلا، طيب انا عايز اعمل طريق في المنطقة هنا، تمام. هاجي اعمل edit، ده على ارتفاع كام؟ ده احنا كنا عاملينه على ارتفاع 0. طيب خلينا بداية كده ان ارسم له مثلا اي لاين، عشان بس بعرف انا برسم فين بالظبط. انوتيت ديتيل لاين، وبعد كده اس بي لاين،
كوبي وابدا انقلها لتحت شويه كده. بعد كده هقول له ادي السيرفيس دي كان متر، فاحنا ممكن نخليها مثلا ايه بليس بوينت، واروح مخليها مثلا 300 مثلا، وابدا امشي على الخط دوت اهو. بالشكل دوت اوكي. طيب ممكن نبدأ نرسم حائط. نقول له ارك. طبعا معمول دلوقتي 8 متر، هنظبطها. تعال نشوف 3D. هنقول له ده خليه 300، هيجي بالشكل دوت. طيب احنا عايزينه مثلا 500، كان في رصيف في الحتة ديت. طيب ممكن بقى نعمل رصيف فعلا في اللير ديت. هقول له ان انا عايز اعمل سب ريجن، وده برضو الماتيريال دي. بقى ممكن نيجي هنا ونقول احنا عايزين نختار بقى ماتيريال مختلفة، وليكن مثلا ستون. ممكن تبدأ بقى تشوف حاجة كده يكون شكلها شيك شوية بالشكل ده مثلا. تعال نشوف في الثري دي. بعد كده ممكن نحط بعض الاشجار. هروح هنا الماسنج اند سايت واقول له سايت كومبوننت، وتعالى نشوف بقى الاشجار الموجوده. مثلا دوت دي حاجه عملاقه، ناخد حاجه مثلا 7 متر، اربعة متر ونص، في حاجات 3 متر اهي. طيب ممكن بقى تحط بقى عربيات، ناس، زي ما انت عايز. طيب دلوقتي انا هفعل السكشن بوكس. فاجي هنا اقول له سكشن بوكس، وابدأ احرك دي للداخل شوية.
ادخل المية شوية برضو عشان ايه ما تبانش معايا كده. طيب لو انت عايز تغير الماتيريال اللي هي دي، هنيجي هنا على ماسنج اند سايت، وهتلاقي هنا في الموديل سايت هتلاقي ان انت تقدر تحدد الماتيريال من خلال ان انت تضغط على سيكشن وتبدأ تختار. لو انت حابب ان انت تغير الماتيريال، تغير الاعداد بتاعتها زي ما انت عايز. طيب خلينا نقول له يعمل رندر كده سريع. طبعا لو عملت الرندر بيست هيطلع حاجة حلوة. خليني اقول له رندر. لما نيجي نعمل رندر حقيقي ممكن يبقى نلغي السكشن بوكس دوت. طيب ده الرندر اللي ظاهر، ممكن نقول له ستوب. لسه هو ما خلصش الرندر. ممكن تعمل بعد كده الريندر ب انسكيب او باي برنامج من البرامج، فهيطلع معاك بجودة افضل ان شاء الله. بس هي دي فكرة ان احنا نشتغل على موضوع السايت ونعدل فيه زي ما احنا عايزين.